اتجه دراسيا لمهنة الطب إلا أنه عشق الورد والزهور حتى اختاره لنفسه كمهنة ثانوية. نرحب بمنسق الزهور زهير الغامدي. أهلا فيك زهير. أهلا فيك. أهلا سليم. زهير كلمنا في البداية عن بداياتك من الطب إلى تنسيق وترتيب الزهور والورد. طيب قبل ما نبدأ في موضوع الطب لازم نوضح نقطة الطب هذه. أنا لست طبيب. مجال الطب منحنى آخر غير مجال تقنية التخدير. فأنا تقني تخدير يعني في مجال الصحي بس مش طبيب. هو موضوع الورد بدأ معايا أنه كمشروع تجاري. بس ممكن من العوائق أنه أحد الموظفين كان اللي في البداية بدأ معانا ما كان بالكفاءة المطلوبة، فاضطريت أني أنا أدرس الموضوع وأخذ المنحنى هذا على أساس أني أنا أطور من المشروع، ولاحظت نفسي بديت أنه لا أشتغل فيه أكثر من حبيته. نعم جميل جدا. زميلاتي يا زهير انك انت حبيته، انت ابدعت فيه. صحيح. يعني انا من متابعينك واشوف اذا كان العامل ما هو بالكفاءه هذا، لانه انت الستاندر حقك عالي بطبيعه الحال. صب الله عليك يا زهير. الله يسلمك. بس خليني اعرف انت كيف يعني قدرت تمرس نفسك وتدرب نفسك انه تكون بشكل مختلف، تكون تطلع بشكل تكون كرييتيف غير المتعارف عليه. انا طبعا يعني هذه فيني صفه انه انا احب اني اتميز. اي مجال الورد هو مجال فني نوعا ما، يعتمد على ذوق الشخصي أكثر من أنه يعتمد على شيء أنه يدرس أو يتعلم منه. فلما أنا يعني أبدأ أفكر في الموضوع هذا أخذ في تميز أكثر من أني أفكر أني أطلع فيه بزنس بحت. أي. يعني أني أطلع ناتج تجاري بحت. تبحث عن الجمال يعني. الجمال لازم يكون موجود. أحيانا نستخدم أشياء ريسايكلينج بحيث أن نطلع منها شيء مميز، وهذه الفكرة الأساسية اللي عندي، نحاول نتميز بالفكرة اللي نطلع فيها. الورود عالم كبير، المستورد منه والمتوفر منه موجود يعني محلي برضه موجود شيء طيب. الأدوات اللي ممكن تستخدم مع الورود يعني هي اللي تساعد أنه يطلع بالنتائج جميلة. دائما زهير نسخربط، يعني ساعات يجيك أحد يقول لك ترى الوردة دي تلبي عليك لأنه أنت شخصيتك كذا، يعني أحس أنهم شوي يبالغون أو أنه يعني يأخذونا شوي على مزاجنا أو على الشيء اللي حنا نحبه. فأبغى أعرف هل فعلا أنه تناسب أذواقنا، تناسب شخصياتنا كل نوع وردة؟ صح كلامك، هو يعتمد كثير على ذا. يعني أنا لما أنسق لأي أحد يجيني مثلا المعرض يهمني كثير أعرف تفاصيل ذائقته الشخص اللي بيستلم مثلا الترتيب او التنسيق المعين اللي احنا نقدمه له. انا ممكن يكون عندي ذوق اسوي بشكل معين، بس مش انا اللي حستخدم هذا الشيء ولا مش انا اللي ححتفظ فيه، فمو بشرط انه انا اللي الشيء اللي اسويه حيتناسب مع الشخص اللي حيحتفظ فيه. جميل. يهم كثير اني انا اعرف بعض الاشياء اللي يعني عن اللون، عن التصميم، ايش المناسبة كمان. عن المناسبة، لا في احيانا تكون اشياء يعني تحتفظ فيها، مش مجرد انها تتقدم لمناسبة، ممكن انت تاخذينها كديكور للمنزل. صحيح. فهذه تهم كثير في الموضوع اني انا اعرف انت حيثيات ذوقك كيف حتكون. جميل. طب ايش رايك زهير تبدا كذا تعمل لنا بوكيه وتبهرنا بالاشياء اللي انت بتعملها، لانه انا هنا شايفه جنبي اصلا حاجه جدا جميله، فانا ابغاك انت تبدا تشتغل وانا اجلس اتغزل في الجمال اللي موجود. طيب هنا انت بتخيلين بنات انه في رمان، انا شايفه رمان وفراوله، وفراوله أيوه. مع الورد داخل، مع الورد. طيب زهير وانت بتشتغل عشان نبغى من جد البوكيه يطلع، ايش في اشياء مثلا تحس انه ممكن تنضاف على البوكيه حق الورد او التنسيق حق الزهور غير مثلا الفواكه؟ كل شيء ممكن يضاف. في يعني على حسب، الان المشكله ان عندنا في المجتمع السعودي نوعا ما او المجتمع العربي بشكل عام نفهم ان الورد بس جوري. يعني لما يجي احد ينسق اذا ما حصل عندي بالثلاجه جوري معناته انه ثلاجتي فاضية. بس حلو يا زهير، يعني لا يعني حلو، بس في أنواع ورد كمان مميزة يعني. في أشياء زي كذا، هذه الورد مثلا هذه بروتيا تقعد معاك ممكن أسبوعين ثلاثة أسابيع وتموت وتبقى زي ما هي شكلها كذا. يعني شيء مميز، هو صح ممكن يكون سعره أعلى شوية من الجوري بس إنه شيء مميز ويعطي تنسيق أفضل للترتيب. الألمنيوم برضو شيء جميل، هذا يسمى لافندر بحري كمان. يعني في أشياء إضافات، أكسسوارات بسيطة ممكن من
الورق الكرتون الريسايكلينج نعمل منه اشكال هندسيه تضاف على البوكيهات تطلع شكل جميل. اللي هو الكرتون العادي البوكسز ممكن تنعمل فيها اشكال تضاف كاكسسوارات على البوكيهات على الارينجمنتس تطلع شكلها جميل. اشوف دائما يحطون اكسسوار صدق يعني ممكن كريستال والاشياء هذه احس تعطيها مره جماليه. صحيح. بس يتهيألي زهير مو كل انواع الفواكه مثلا ينفع تنحط، يعني مثلا بنشوف مثلا اغلب التنسيقات انه ايوه مثلا بيحطوا رمان صحيح، ممكن فراوله، صاروا مثلا بيحطوا مؤخرا تفاح، ممكن ليمون، ممكن بس مثلا ما حتلاقي كل حاجه ممكن يعني حيكون شكلها شويه كده غريب لو حطيناه. هو في بعض انواع الورد تتاثر اصلا من الغازات اللي تفرز من الفواكه او الحمضيات اللي حوالينا. ايوه فمو بكل نوع مثلا فاكهه ممكن انه يتناسق مع الورد، او كل نوع ورد ممكن انك تنسقين مع فاكهه معينه. من التنسيقات اللي تكون صعبة شوية زهير اللي هي اللون الأسود، لما تبغى تدخل أي هدية أو أي تنسيق باللون الأسود. صحيح. فأتذكر مرة استعملت زي نبتة القطن معاها، وأعتقد كانت جديدة دوبها داخلة على السوق. صح. كلمني عنها. هي على حسب السيزن. أي. الآن في الشتاء وردة القطن واللافندر هي اللي تقريبا يعني ترندنج في الموضوع هذا. مع الأسود أو مع الموف تمشي الدرجات هذه، هي حسب زي ما أقول لك درجات الألوان اللي تتناسب ذائقة أي شخص ممكن يستخدم. في ناس يجي طبعا معروف أن الأبيض بيمشي مع الأحمر. صحيح. أو منتشر هذا الشيء. بالنسبة لي أنا ما أشوف أن الأحمر مع الأبيض تمشي. صحيح. في دول ممكن شرق آسيا الأحمر والأبيض هذا بس في العزاء أو في هذا يستخدمونه، ما يستخدمونه في مناسبات أخرى. فمثلا الأحمر مع الموف حلو، الأحمر مع البنك حلو. هي بشكل كبير تعتمد على الذائقة الشخص اللي بي يعني يقدمها. طيب زهير ساعات يعني نقدم بوكي ورد ونحسه مش مناسب لهالمناسبة، كيف نعرف يعني كيف نقدم بوكي مناسب لكل مناسبة حنا نروح لها أو حنا مدعوين عليها؟ أنا يعني في ألوان هي تعتمد أكثر من التنسيقات. على أنه مثلا مناسبات الزواج يعتمد على غالبا اللون الأبيض، خيار ثاني اللون الموف، خيار ثالث ممكن يجي اللون الأصفر، بس مو ممكن أني مثلا أخذ أورنج على مناسبة زواج، ما أحس أنه ممكن تتناسق مع الآن حنا في السيزن الأسبوع هذا اللي هو موسم الحب اللي 14 فبروري، فالأحمر هو اللي يغلب الآن الموسم هذا. فهي تعتمد أكثر على المناسبة وعلى الذوق، اللي ممكن تعتمدين على ذوق الشخص اللي بتودين له المناسبة، يعني اللي هي بتعطينه الهدية أكثر من أنه طب إذا قدمنا لون أسود، يعني في ورد أسود مرة حلو لون، في ورد أسود حلو نقدمه بمناسبة مثلا نجاح أشياء زي كذا، ليش يعتبروا أنه لا؟ هي فيه زي دراسات أنه مثلا لكل لون له مثلا معنى صحيح. أيوه. ففي ناس يعني تأخذ بالدراسات هذه، فأنت لازم تنتبهين للشخص اللي بتقدمين له، هل هو يعني يهتم للون اكثر للذوق اكثر، ولا انه عنده خلفيه على الدراسات انه تصدق لما اقدم شيء زهير ما اقدمه عشان الشخص، اقدمه لانه انا احب، يعني مثلا اللون الاحمر انا احب اللون الاحمر، بس ما قدمته لك عشان انه مثلا انا احبك انه عشان انت تحبيه يعني انه تقدير بس. صح. بس ممكن الشخص اللي تقدمينه له ممكن ما يحب اللون الاحمر. يعني بتقدمين له شيء ممكن ما يعجبه. فاحنا دائما لما نقدم حاجه نحاول انه يعني نستقصي هذا الشخص اللي بنقدم له، هل هي بتعجبه هذا الشيء؟ يعني انا مثلا بتكلف واروح اجيب بوكي ورد او اجيب هديه، هل انا اجيب هديه على ذوقي انا ولا على ذوق الشخص؟ لا على ذوقي انا. خلص. طيب زهير ما تحس عفوا انه التجاره بالارواح تجاره خطيره؟ بنعرف الورد يعتبر روحه ليه عمر افتراضي في فتره معينه، اذا ما انباع انت كذا خسران. كيف قادر انك انت تسيطر على هذا الموضوع؟ انت ضربتي على وتر حساس. انا فاهمه الموضوع. هو شوفي المشروع التجاري يعني مو بشرط انه ما نتكلم عن ارواح او نتكلم عن نبات. بشكل عام اي يعني كمشروع هذه حنحطها بالاطراف. طيب. انا كان عندي فكره انه اي مشروع فيه تاريخ صلاحيه
احتمال الخسائر فيه تكون أعلى. صحيح. ما جاب بالي أنه ممكن يكون بالورد يعني في خسائر كبيرة. طبعا أكيد لما أنا أحاول أحافظ على أن المعرض عندي يكون بشكل مرتب أكثر وبشكل أنه يكون في خيارات أكثر للورد، طبعا يكون في خسائر بالمقابل أن الورد في أحيان يمشي وأحيانا ما يمشي بالثلاجة. صحيح. فهذه نقطة مهمة أنه كيف أنه ممكن نحافظ على الورد درجة يعني وقت أطول. جميل جميل. طب زهير، عن سؤال مره مهم يعني اجى في بالي، انت كيف بتقدر تنسق وقتك بين انك انت تكون فنان بالدرجه دي للجمال اللي في يدك، وكيف انه انت بتقدر تمارس عملك ومهنتك في المجال الصحيح؟ هذا السؤال يعني يمكن كل يوم يطرح علي السؤال هذا بالسوشيال ميديا. هو يمكن يكون صعب جدا، يعتمد على الشخص حسه بالمسؤوليه. هل أنا عندي حس مسؤولية أني أنا أضغط نفسي وأقدر أتحمل أنه طاقتي تتحمل أنه والله أداوم مثلا أصحى الصباح 5 وأقعد للساعة 12 واحدة 2 بالليل برا البيت؟ تعتمد على الشخص أكثر من تعتمد على أنه كيف تنسق وقتك. تتعوض بالأيام اللي ما تكون فيها سيزنز، أنه نعوض الأيام اللي انضغطنا فيها و يا سلام. تعتمد أكثر على المسؤولية من أنه ترتيب الوقت. جميل. يعني إذا كان في عندي مثلا أوردر لازم يتنفذ وفي عندي يوم طويل بالمستشفى لازم إني أخلصه، نستأذن نحاول نخلص من المستشفى ونروح مباشرة على المعرض. حلو، يعني كل التوفيق لك زهير. يعني كون إنك أنت أصلاً يعني بمشروعك أو البزنس حقك في حاجة بمنتهى الجمال زي الورد، يعني أنا ما أقدر أقول لك غير إنه الله يوفقك وهذا الشيء مرة حلو. الله يسعدك. طيب زهير، كل التوفيق لك. البوكي هو أوكي يمكن تقريبا قرب يخلص، لكن الجمال يفضل طول عمره جمال. هذه النقطة، موضوع الوقت مهم جدا. أي طلب يطلع بنتيجة كويسة لازم يكون له وقت كويس. صحيح. إحنا انضغطنا بالوقت هنا شوي، ممكن يضاف اكسسوارات زيادة على أي ترتيب معين، بس إنه مع الوقت لازم يكون النتيجة أفضل. بس عموما إنك دخلت لنا على بعض كانت فكرة جديدة علي، وأول مرة أشوف اللون الموف هذا مع اللون العودي. صح. أو الأحمر، كثير كان اختيار موفق. الحمد أكيد لله. طبعا أنت أستاذ في هذا الموضوع. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. أشكرك. أكيد. شكرا لك زهير الغامدي وكل التوفيق لك. الله يسعدك. شكرا جزيلا. حياكم الله. مشاهدينا لا تروحوا بعيد، فاصل ورجعين لكم من جديد.